تمام يا رجاله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برحب بكم يا شباب في حصه جديده من حصص الحاسب الالي. بنتكلم في الوحده الثالثه، انتقلنا من الوحده الاولى البيئه والدوائر الرقميه الى الوحده الثانيه الحوسبه السحابيه، وانتقلنا النهارده بداية الوحدة الثالثة مع بعض قواعد المعلومات والموسوعات والمكتبات الرقمية. درس مهم جدا، هو درس نظري إلى حد ما أو إلى حد كبير، هو درس نظري ما فيش فيه كلام عمل كتير، ولكن نحاول إن احنا إن شاء الله ناخده بمنطوق عملي أو بشكل عملي مع بعض. بنتكلم فيه عن قواعد المعلومات وإيه هي قواعد المعلومات. ولما أقول قواعد المعلومات، في فرق كبير ما بين قواعد المعلومات وقواعد البيانات، في حاجة ودي حاجة تانية خالص علشان ما حدش يلخبط في البداية كده. في حاجة اسمها قواعد البيانات وحاجة اسمها قواعد المعلومات. ايه هي قواعد المعلومات؟ نبدأ نتكلم عنها ونتعرف عليها. هنبدأ نتعرف على حاجة اسمها الموسوعات او الويكي، اللي هي من ضمنها الويكيبيديا وما الى ذلك، وهنتكلم عن المكتبات الرقمية اللي موجودة عندنا هنا في السعودية والمكتبات الرقمية العالمية، وهنبدأ نعرف يعني ايه مكتبة رقمية ويعني ايه موسوعات، يعني ايه مع القواعد معلومات. بداية كده شباب، هنبدأ نتعرف الأول خالص يعني إيه مفهوم قواعد المعلومات، إيه هي مزايا قواعد المعلومات. يعني أنا هبدأ أعرف يعني إيه قواعد معلومات في البداية كده خالص، بعد كده هبدأ أعرف إيه هي مزايا قواعد المعلومات، بعد كده هعرف مصادر قواعد المعلومات، مفهوم بعض المصطلحات المستخدمة في قواعد المعلومات، وإزاي بتتم عملية البحث داخل قواعد المعلومات. هناخد أمثلة على قواعد المعلومات، هنوضح يعني إيه مفهوم المكتبات الرقمية، فوائد المكتبات الرقمية، مفهوم الموسوعات، طريقة التعامل في الموسوعات وترتيب الموسوعات لعرض المعلومات لنا، وهناخد أمثلة على الموسوعات. كل ده في الوحدة اللي احنا إن شاء الله ندرسها، هي أهداف الوحدة اللي احنا إن شاء الله ندرسها مع بعض، اللي هي قواعد المعلومات والموسوعات والمكتبات الرقمية. طيب تعالوا بعد كده يا شباب نقرأ المقدمة ونشوف احنا عايزين نتكلم ونقول ايه في قواعد المعلومات. مين اللي هيقرأ معنا شباب؟ يا شباب مين المبادر اللي هيقرأ معنا؟ حد يتطوع ولا اختار حد؟ عبد الله الشمراني. عبد الله موجود يا استاذ، تفضل يا عبد الله. المقدمه يواجه الطلاب والدارسون والباحثون وبالاخص طلاب الدراسات العليا على اختلاف تخصصاتهم وتوجهاتهم مهمه البحث على المعلومات والكتب، وقدم التطور التقني لهذه الفئه العديد من الخدمات، ولعل اهمها مصادر المعلومات الالكترونيه والتي تعني. تمام، بنقول يا شباب، شكرا يا عبد الله. بنقول يا رجاله ان شاء الله احنا دلوقتي حاليا في المرحله الثانويه. في المرحله الثانويه المعلومه بتجي لك سهله جدا، المعلم بيبحث، هو اللي بيبحث عن المعلومه، او المنهج او الكتاب بيقدم لك المعلومه بطريقه سهله ان حضرتك بتذاكرها او بتحفظها او تفهمها او تتلقاها باي شكل من الاشكال وتختبر فيها. ده طريقه تقليديه جدا في التعليم، ولكن ان شاء الله انت لما تنتقل للمرحله الجامعيه، في المثال اللي قدامنا او في المقدمه اللي قدامنا بيقول لك انت ان شاء الله عندما تنتقل للمرحله الجامعيه انت ما عادش المعلومه بتجي لك سهله، ما عادش بتجي لك من خلال كتاب وانت تقراها وخلاص وتدخل تختبر في المعلومه. لا، مش كل المناهج في الجامعه ليها كتب، ومش كل المناهج تختبرك من الكتاب، او مش كل المواد تختبرك من الكتاب. في الجامعه انت هتضطر انك تبحث بنفسك عن المعلومه، هتضطر انك تعمل ريسيرش او تعمل ابحاث او تعمل تقارير او تعمل مطويات او تعمل حاجات كتير، انت معتمد على نفسك في التعليم. فانت هنا تضطر انك تبحث عن المعلومه في الجامعه او في مراحل التعليم القادمه، انت تضطر انك تبحث عن المعلومه. طبعا في ظل التطور التكنولوجي اللي احنا موجودين فيه، اصبح في حاجه اسمها مصادر معلومات الكترونيه. كنا زمان كنا لازم نروح المكتبه وندور في كتاب، نفتح الكتاب وندور على المعلومه اللي احنا عايزينها. لا، انت النهارده
حضرتك بمجرد ما تدخل على موقع زي جوجل، وده مثال، وده مثال حي لقواعد المعلومات. تدخل على موقع زي جوجل تقدر انك تدور على اي او تبحث على اي معلومه انت عايزها، وبتجيب لك المعلومه ما بين قوسين. يعني ايه معلومه ما بين قوسين؟ يعني المعلومه اللي انت عايزها بالظبط، لا زياده ولا اقل. تقدر تبحث عن المعلومه وتتحرى عن مدى صدقها، تتحرى عن كيفيتها وكيفيه نشرها بشكل بسيط جدا جدا جدا. طيب تعالوا مع بعض بس نعرف يعني ايه مصادر المعلومات الالكترونيه. تعريف مهم جدا قد نلاقي فيه سؤال في الاختبار، ايه هي مصادر المعلومات الالكترونيه؟ اتفضل يا عبد الله. والتي تعني عبد الله اتفضل معاك استاذ معاك. والتي تعني كل ما هو، والتي تعني كل ما هو متعارف عليه من مصادر معلوماتيه تقليديه وغير تقليديه مخزنه بوسائط تقنيه يمكن الوصول يمكن الوصول اليها واسترجاعها واسترجاعها والاستفاده منها عبر شبكات الاتصال والوسائط التخزينيه وتنوع المعلومات. شكرا يا عبد الله. نقول يا شباب تعريف مصادر المعلومات الالكترونيه، تعريف مصادر المعلومات الالكترونيه بين قوسين كل ما هو متعارف عليه من مصادر معلوماتيه تقليديه وغير تقليديه مخزنه بوسائط تقنيه يمكن الوصول اليها واسترجاعها والاستفاده منها عبر شبكات الاتصال او الوسائط التخزينيه. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني ايه مصدر معلومات الكتروني؟ يعني اي معلومه انت عايزها، اي كتاب، اي داتا، اي بيانات انت عايزها مخزنه بطريقه الكترونيه، مخزنه بطريقه الكترونيه على شبكه الانترنت او على اسطوانه او على فلاشه او على اي وسيط تخزيني. احنا بنسمي الاسطوانه او الفلاشه شباب وسائط تخزينيه. الفلاشه او الاسطوانه اسمها وسائط تخزينيه. يبقى مصادر المعلومات الالكترونيه هي اي مصدر للمعلومات تقليدي او غير تقليدي منشور على الانترنت او موجود على فلاشه سي دي هارد ديسك، اي مصدر معلومات الكتروني. تمام اتفضل يا عبد الله وتنوعت. وتنوعت المعلومات الالكترونيه التي تخدم الباحثين والطلاب، ومن الامثله عليها قواعد وين روحت يا استاذ؟ ومن الامثله عليها والمكتبات الرقميه والموسوعات الرقميه والتي تعتبر مستودع للعديد من البيانات المنظمه، وهي بدورها تقوم بجمع المعلومات وتنظيم وتسيير خدمه الوصول اليها واسترجاعها وامكانيه تحديثها وادارتها بسهوله من قبل مدير النظام، وبذلك تقوم بتسهيل عمليه البحث واستخراج المعلومات من خلال الدخول الى واجهات وبوابات مبسطه للمستخدم. وفي وقتنا الحالي بنيت العديد من قواعد المعلومات وانتشرت العديد من المكتبات الرقمية وتطورت الموسوعات الرقمية في شبكة الانترنت. حلو جدا، شكرا يا عبد الله. العفو. بيقول يا شباب في النقطة دي ان فعلا مصادر المعلومات تنوعت. انا عايز اديك مثال كده صغير على قواعد المعلومات عشان بس تفهم يعني ايه قاعدة معلومات. انا عايز اقول لك ان جوجل، موقع جوجل هو قاعدة معلومات. موقع جوجل هو قاعدة معلومات. طيب انا استفدت ايه من ايه؟ من اني عرفت ان موقع جوجل هو قاعده معلومات. انا عايز بقى تتخيل دلوقتي يعني ايه قاعده معلومات من خلال جوجل. مين اللي يقدر يقول يا رجاله يعني ايه قاعده معلومات؟ ايه هي وجه الاستفاده من قاعده المعلومات؟ ها البراء الغمدي موجود ولا غايب؟ يا شباب ايه هي وجه الاستفاده من قاعده المعلومات؟ لما قلت لك ان جوجل هو قاعده معلومات بشكل بسيط كده خالص، ان قاعده المعلومات ديت بتاخد المعلومات بتخزنها جواها، تحتفظ بالمعلومات دي اول حاجه، بتنظم المعلومات بتقسمها لك في اشكال مختلفه للمعلومات. عندك معلومات داتا او نصيه، معلومات صور، معلومات فيديو، معلومات اشكال هندسيه، فبتقسم لك وتنوع لك المعلومات. بتحدث المعلومات، لو في معلومه تم تحديثها فهي بتطلع على احدث المعلومات وتحدث بياناتها. بتقدر ان هي بسهوله انك تقدر تحصل على المعلومه، يعني تقدر تبحث على المعلومه. يعني انت في موقع جوجل جرب اكتب اي حاجه انت عايزها، اكتب مثلا
التعليم في المملكة العربية السعودية. اكتب اي حاجة انت عايزها، اي شيء، مصادر الدخل في المملكة، اي حاجة انت عايزها في جوجل هتلاقي بيانات وهتلاقي داتا موجودة كتير على الانترنت. فهي بتاخد المعلومات بتنظمها بتعيد اخراجها، بتسهل عملية البحث والحصول على المعلومات. طيب الإسراء العلمي، أسامة العطاس تفضل يا استاذ. تفضل يا أسامة، ارانا الإسراء العلمي. يلا الإسراء العلمي، إن التدفق، إن تدفق البيانات بكم هائل عبر الإنترنت يعد مشكلة في كيفية التعامل معها. العالم اليوم يتحول من نظام اقتصادي تسانده المعلومات إلى نظام معلوماتي يضم الاقتصاد بداخله، وأن القائمين على إعداد مواقع الإنترنت هم بالأصل ليسوا بموثقين، لذلك لا يعطى أهمية للبحث عبر مفهوم النص بقدر ما يعطى أهمية للبحث عبر شكل كتابة النص داخل الموقع. لذلك وجبت فهرسة وتكشيف المواقع المهمة لكي تسهل عملية الوصول للمواد للمواقع المراد بالبحث عنها، ووضع خطة أو نظام لوصف المصادر يطبق على أي نوع من الأشياء سواء كان رقمي أو غير رقمي. فتم الاتفاق على نظام الميتا داتا، وتعرف الميتا داتا بمعلومات مرتبة لوصف خصائص واسترجاع لمصادر المعلومات، ويطلق عليها البيانات الوصفية، وهي تقدم معلومات تفصيلية، معلومات تفصيلية عن المعلومات، وذلك بتحديد العلاقات والبيانات والتصنيف والموقع، وتكون منظمة بشكل يسمح بإجراء بحث، عبر صفحات خاصة عبر الشبكة العالمية بشكل. شباب طبعا شكل المعلومات دلوقتي اصبح كبير جدا، وانك تحصل على معلومه زي ما قلت لك ان بمجرد بس تدخل على الانترنت تكتب على جوجل اي حاجه انت عايزها بتلاقي مواقع كتير جدا، العديد من المواقع، الكثير من المواقع، مواقع لا تعد ولا تحصى بتقدم لك المعلومه. طيب يا ترى اي واحد فيهم صادق واي واحد فيهم كاذب؟ اي واحد مقدم معلومه صحيحه واي واحد فيهم مقدم معلومه غير صحيحه؟ اي واحد فيهم مقدم معلومه موثقه واي واحد فيهم مقدم معلومه غير موثقه؟ اي واحد فيهم انا اقدر اخد منه المعلومه وانا مطمن، واي واحد فيهم لازم ابحث على مدى صدق المعلومه؟ المشكله دلوقتي يا شباب ان فعلا ان معظم المواقع اللي قائم عليها مش متخصص بالتوثيق، يعني ما عندوش اي فكره عن التوثيق، هو بيلاقي خبر كويس بيوم ياخده كوبي وبيست وحطه في الموقع عنده، وانت تعميل تدخل على الموقع او تدخل على قاعده البيانات بتلاقي الخبر او بتلاقي المعلومه بتاخدها كوبي بيست وتبدا تتحرك بيها. طب الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده طبعا دي مشكله كبيره اصبحت بتواجهنا دلوقتي، ان احنا عايزين معلومه فعلا يعني تتسم بالمصداقيه. لذلك اصبح في حاجه اسمها الميتا داتا. الميتا داتا ديت حاجه شكل من اشكال توثيق البيانات، شكل من اشكال توثيق البيانات بان هي بتربطها بمصادر، يعني يقول لك المعلومه دي انت جايبها منين، مصدرها ايه، مدى صدق المصدر، يعني مثلا ايه اي خبر يقول لك ايه ويقول مصدر مطلع، ايه مين مصدر مطلع؟ ما تقوليش ما يكون مصدر مطلع، قول لي مين اللي قايل الخبر ده او مين اللي قايل المعلومه ديت ونشرها في اي كتاب او في اي دوريه او في اي مجله. يبقى كده اسمها ايه، انا وثقت الخبر بتاعي او وثقت المعلومه بتاعتي. يبقى انا مش اي حد يقول لي اي معلومه على الانترنت او الانترنت يقول لي اي كلمه ان هي تكون صادقه، لان في المواقع ديت اي حد النهارده يستطيع ان هو يملك موقع على الانترنت وينشر فيه معلومات، وقد يكون له متابعين، يعني عايز اقول بالهبل متابعين كتير جدا. النهارده احنا كل واحد فينا عنده حساب تويتر، عنده حساب انستجرام، عنده حساب فيسبوك، عنده حساب سناب شات، وبينشر اخبار. ممكن انشر اخبار بمزاجي، ولو انا عندي متابعين كتير بقدر اثر في ناس كتير. لذلك النهارده الشركات اللي بتعمل اعلانات بتدور على مين؟ بتدور على الاشخاص اللي عندها متابعين كتير، لان بيشوفوا ان هو عنده قدره على التاثير على الاشخاص كبيره، او عنده قدره اكبر او تاثير على عدد اكبر من الناس. لان في ناس بتاخد المعلومه زي ما انت نشرتها وتبدا تنقلها بشكل تاني. فطبعا يعني لازم نتحرى الصدق في البحث داخل قواعد المعلومات. تمام يا رجاله؟ طيب
تعالوا بقى نبدأ نتكلم يلا على قواعد المعلومات نفسها. هنكون نتكلم عن المقدمة ونتعرف بشكل عام كده يعني ايه قواعد المعلومات او ايه هي محتوى الوحدة بتاعتنا. تعالوا نتكلم دلوقتي يلا حالا عن قواعد المعلومات. يعني ايه قواعد معلومات ويعني ايه مستودعات بيانات ويعني ايه مستودعات بيانات رقمية؟ مين اللي هيشارك معانا يا شباب؟ مين اللي هيقرأ معانا؟ براء الغندي. براء الغندي. ايوه يا استاذ. اتفضل يا براء يلا. قواعد المعلومات. قواعد المعلومات. إن بناء مجموعة من مصادر المعلومات الإلكترونية في 6 فروع: المجالات العلمية والتقنية والإنسانية وغيرها، وإتاحتها للمستفيدين يتم من خلال توفير قواعد المعلومات التي يقصد بها. خلي بالكم ماشي هذا، هنبدأ نعرف يعني إيه تعريف قواعد المعلومات. ركز بقى لأن ده تعريف مهم جدا، ده مكان اختبار يا شباب، ده سؤال في الاختبار. تعريف قواعد المعلومات. تعريف قواعد المعلومات هو، اتفضل يا براء. مستودع من البيانات الرقمية المرتبة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات باستخدام الوسائل التقنية. جميل. مستودع يعني مخزن. تعريف قواعد المعلومات مخزن، مخزن كبير من البيانات الرقمية. بيانات طبعا متوفرة على الانترنت اسمها بيانات رقمية. تمام. المرتبة طبعا البيانات على الانترنت مرتبة ومسلسلة بترتيب معين. تمام. تسهل على المستخدم، تسهل على المستخدم الحصول على المعلومه باستخدام الوسائل التقنيه. بتسهل على المستخدم ان انت المستخدم اللي هو انا او انت لما نحب نبحث عن معلومه بتسهل عليا ان انا اوصل المعلومه بشكل بسيط، مش محتاج ان انا اروح المكتبه وابدا ادور في كتب وادور عن معلومه داخل كتاب او مجلد او عدد مجلدات. لا، انت بمجرد ما بتبحث عن المعلومه داخل قواعد البيانات بتلاقي المعلومه اللي انت عايزها بالظبط. تمام. خد يا براء اكمل. ومن التعريف السابق يتضح لنا أن قواعد المعلومات هي قواعد البيانات ولكنها مقيدة المستفيد، بحيث يمكن الاستفادة منها بكل التعديل بدون التعديل عليها. والشكل 3.1 يوضح مفهوم قواعد المعلومات. ومن التعريف السابق يتضح لنا أن قواعد المعلومات هي قواعد البيانات ولكنها مقيدة للمستفيد بحيث يمكن الاستفادة منها بدون التعديل عليها. هنا شباب كنت اول كلامي خلاص قلت لك في فرق كبير ما بين قواعد البيانات وقواعد المعلومات. قواعد البيانات انا ممكن اعدل عليها، قواعد المعلومات انا بستفيد منها بس، باخد منها بس او بحصل على المعلومه بس، مش ممكن اعدل على قاعده المعلومات. يعني انا مش ممكن اعدل على المعلومات داخل جوجل، مش ممكن ادخل على السيرفر بتاع جوجل واعدل المعلومات. تمام. طيب ننتقل يلا جزء جديد، مزايا قواعد البيانات، ودي اللي هختم بها درس النهارده. مزايا قواعد المعلومات. مزايا قواعد المعلومات. ها شباب مين اللي هيقرا معايا؟ ها رجاله. مزايا قواعد المعلومات. طيب خلينا نقول هنا شباب، مزايا قواعد المعلومات: تساعد قواعد المعلومات الباحثين والمهتمين في إثراء معلوماتهم حول المواضيع التي يبحثون عنها. لذا تتميز قواعد المعلومات في مزايا قواعد المعلومات: 1 السرعة، حيث يمكن المستخدم الحصول على المعلومة بشكل فوري. النهاردة لو حبيت تبحث عن معلومة معينة بمجرد ما تكتبها على مواقع البحث أو على مواقع قواعد المعلومات تقدر تحصل على معلومة في لحظة واحدة، تعالي تقول في ثانية، في اقل من الثانيه تحصل على المعلومه اللي انت عايزها، بعكس لما تكون بتدور على معلومه معينه وتبحث عنها داخل الكتب او داخل المراجع او داخل المجلدات ممكن تضيع ايام وشهور وسنين. ولكن المعلومه النهارده بضغطه زر واحده على الكمبيوتر تقدر تحصل على المعلومه اللي انت عايزها. طبعا السرعه الرهيبه في الحصول على المعلومه. رقم 2 الشموليه. مزايا قواعد المعلومات: الشموليه، حيث تغطي خدماتها الاتصال بالعديد من مصادر المعلومات مما يجعلها اشمل بعمليه البحث في هذه المصادر. يعني حضرتك النهارده لما بتبحث مثلا عن معلومه عن الصلاه مثلا، يعني معلومه عن الصلاه على الانترنت، انت النهارده لما بتكتب بس الصلاه داخل قاعده البيانات جوجل بتلاقي العديد من المواقع والعديد من الكتب ظهرت لك تتكلم عن الصلاه. تمام. فهي هنا مصادر متصله باكثر من مصدر، جالك كتاب وكتاب 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 وانت بتدور على المعلومه اللي انت عايزها من الكتاب اللي انت عايزه. فهنا حاجه اسمها الشموليه. 3 الدقه.
يعني ايه الدقه يا استاذ؟ الدقه تمكنك من الحصول على المعلومه اللي انت عايزها بالظبط. يعني مثلا انا ابحث عن الصلاه وابحث مثلا عن اركان الصلاه او فرائض الصلاه او سنن الصلاه، فانت لو بتبحث عن معلومه معينه داخل الفرع، مثلا تبحث عن سنن الصلاه داخل الصلاه، هتقدر توصل للمعلومه اللي انت عايزها بالظبط. تبحث عن سنن الصلاه هتلاقي سنن الصلاه، تمام؟ فهتلاقي المعلومه اللي انت عايزها بالظبط. تبحث مثلا عن الدوري الانجليزي فريق مانشستر، فبتلاقي الفريق اللي انت عايزه بالظبط. تبحث عن لاعب داخل فريق مانشستر في الدوري الانجليزي، خلاص تلاقي اللاعب اللي انت عايزه او تصل للمعلومات اللي انت عايزها بالظبط، تمام؟ فاسمها ايه؟ الدقه في الوصول الى المعلومات. اربعه، التحديث الفوري. التحديث الفوري طبعا يا شباب، قواعد المعلومات المتوفره على شبكه الانترنت تبقي تحديث مستمر للبيانات. يعني انت النهارده مثلا كنت تبحث عن لاعب معين داخل فريق مانشستر، اللاعب ده كان موجود في مانشستر، طب انتقل لفريق ليفربول، هتلاقي على طول معلوماته اتحدثت تلقائي داخل الشبكه او داخل قواعد المعلومات ان هو انتقل الى فريق ليفربول، خلاص مفيش مشكله. فهي حاجه اسمها هنا التحديث الفوري. فاي معلومه على قواعد البيانات ليها تحديث فوري، بمجرد ما يتم التحديث على البيانات على طول بيتم تحديث فوري على قواعد المعلومات. طيب رقم خمسه، المرونه والسهوله. المرونه والسهوله ان انت بشكل خالص طالما انت عندك جوال او عندك كمبيوتر او عندك لابتوب او عندك وسيله اتصال بالانترنت تقدر تحصل على المعلومه من اي زمان ومكان. تقدر تحصل على المعلومه من اي زمان ومكان. يبقى تاني يا شباب بسرعه، مزايا قواعد المعلومات: واحد، السرعه، اثنين، الشموليه، ثلاثه، الدقه، اربعه، التحديث الفوري، خمسه، المرونه والسهوله. يا شباب مين اللي يقدر يقول لي مزايا قواعد المعلومات؟ خمس حاجات. ها، مزايا قواعد المعلومات. تركي اللحيان، تركي اللحيان، مزايا قواعد المعلومات. يا شباب البراء الغندي، تفضل يا براء. مزايا قواعد المعلومات خمسة، ايه هما؟ واحد السرعة، تمام، اثنين الشمولية، تمام، ثلاثة الدقة، ممتاز، اربعة التحديث الفوري، ممتاز، خمسة المرونة والسهولة. شكرا يا براء. البراء الطيب، البراء الطيب موجود ولا غير؟ يا هلا يا شباب. مزايا قواعد المعلومات يا براء، مزايا قواعد المعلومات. واحد السرعة، ممتاز، اثنين الشمولية، ثلاثة الدقة، أربعة الحديث الفوري، خمسة المرونة والسهولة. شكرا يا براء. أنا أسف. طيب حبيب. محمد سلمان الوزيناني موجود ولا غير؟ محمد سلمان الوزيناني موجود يا شباب. محمد، مزايا قواعد المعلومات: التحديث الفوري، التحديث الفوري، ممتاز، الشمولية، الشمولية اثنين، السرعة والمرونة، السرعة والمرونة، لسه واحدة بس، الشمولية. قلت الشمولية صار. تمام كده، شكرا يا محمد. جواد هاني، جواد هاني، جواد هاني، خالد نواف الصوات، خالد نواف الصوات، تفضل يا جواد. مزايا قواعد المعلومات. مزايا قواعد المعلومات، اذكر مزايا قواعد المعلومات. واحد، السرعة حيث يمكن للمستخدم الحصول على المعلومة بشكل فوري، ممتاز. اثنين، الشمولية حيث تغطي خدماتها الاتصال بالعديد من المصادر المعلومات مما يجعلها أشمل بعملية البحث في هذه المصادر. جميل. ثلاثة، الدقة حيث تمكن المستخدم الحصول على المعلومات محددة جدا، وذلك بواسطة تضييق عمليات البحث باستخدام مصطلحات دقيقة. ممتاز. أربعة،
التحديث الفوري قواعد المعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنت تبقى على تحديث مستمر للبيانات المتوفرة فيها من قبل مشرفي النظام. خمسة. المرونة والسهولة، تستطيع الاتصال بقواعد المعلومات من أي مكان وزمان، وهذا بدوره يغطي فرصة كبيرة لتسهيل الحصول على المعلومات. تمام، شكرا لك يا شباب. ناخذ بسرعة الغياب، يلا فيصل مساعد الأحياني.